فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك. سريعا إلى ملعب مازيمبي لوبومباشي، هنا الرجاء الرياضي في تحدي جديد من أجل خطف بطاقة التأهل إلى الدورة النصف النهائي. كل التوفيق إن شاء الله للنصور. أمامكم تشكيلة نادي مازيمبي واختيارات ميايو كازيمبي البداية، بالحارسي كبو، كذلك إصابة 5، تشونغو 14، كوليبالي 4، موبي 3، كوفي رقم 16، إيكونزا 29، مبوتو رقم 8، كابانغو رقم 24، موليكا 17، هدف تي بي مازيمبي، ثم تشيبانغو رقم 11. نفس التشكيل تقريبا الذي خاض مباراة الذهاب. بالمقابل جمال السلام يعتمد على عناصر التالية: ناس سنيتي في حراسة المرمى، بدر بانو رقم 13، سند الورفلي 27، محمد الزريدة 19، فابريس نكا 4، فابريس نكوما 6، عمر العرجون 16، محسن متولي 5، أبليل الحفيظ 18، سفيان الرحيمي 21، ثم بين مارانغو واحد من المسجلين في مباراة الذهاب، إضافة إلى بدر بانو اللي كان مكن الرجاء من هدف الثاني، والهدف اللي فعلا قوى من حظوظ فريق الرجاء الرياضي في مباراة اليوم. العديد من السيناريوهات التي تطرح في هذه المباراة، والعديد من الأفكار التي نعم هنا تتداول بين جماهير فريق الرجاء الرياضي وأيضا جمال السلامي. ماذا في مفكرتك يا جمال، وما هو التحضير التكتيكي يا جمال لهذه المباراة؟ هل ستلعب بدفاع متأخر وتنتظر في الخلف وتترك اللعب وتترك الكرة والضائيات اللي لازم يكون فيها شرس فريق الرجاء، بينما كرة وهنا أنس الزيتي في المتابعة الحفيدي، يلا جول يلا جول يلا جول يلا يا سفيان، حط يا سفيان، يبحث عن بين مارانغو، يلا يا بين يلا يا بين، والدفاع بعد ذلك يعيد الكرة للدفاع، طلع الكرة طلع الكرة، خطيرة هذه، خطيرة 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 في نهاية المطاف الأبدي، الركلة الحرة مرفوعة داخل منطقة الجزاء، كرة أنس كرة أنس كرة أنس، عندك سفيان وسفيان يسلم، سفيان يدخل وسفيان يسدد، غريبة يا سفيان، أوه يا بين يا بين، والحكم يصفر خطأ. نعم كلمة صفر خطأ في هنا، الوقوف بشكل ممتاز من سند، العودة للخلف من طرف اللاعب عمر العرجون، يلعب سريعا على الجهة اليسرى، محاولة المرور، هل فيها خطأ أم لا؟ تكون سريعة في الهجوم، هنا كرة ملعوبة بين مارانغو، يلا بين وبين أرضية، تدخل بعد ذلك من طرف الدفاع، الحكم هناك انطلاقة من جانب لاعب كوليبالي حذر من العرضيات، هذه العرضية في نهاية المطاف، الحكم يعطي إشارة التنفيذ، تلعب هذه الكرة دونك أنس، أنس برافو، كوليبالي يدخل بها هنا من الجهة اليمنى، ولكن المراقبة هنا كانت ممتازة، لعب كابانغو مع إصابة، لكن التغطية تأتي من جالية أمام الفريق السان داونز، تلعب هذه الكرة لعناصر مازيمبي يبحثون عن التسجيل، ولكن الفاعل والكل يقوم بأدوار الدفاع، لأن الرجاء تقريبا يدافع بعشرة لاعبين، هذه الضربة الحرة أنس أنس أنس، والكرة نزلت صعبة على اللاعب زريدة، تشيبانغو تشيبانغو، لوجود خطأ يقول الحكم، هنا يعمل مراوغة ممتازة، متولي يرفع الكرة لكن بعيدة تماما، على كان في راية مرفوعة من الحكم المساعد الأول، طبعا حركة في نهاية المطاف من الدفاع، انطلاقة بين مارانغو في صافرة وفي خطأ ممتاز ممتاز يا بين يا مارانغو، جاب خطأ وجاب ركلة حرة في مكان مهم جدا، التدبير يقتضي كذلك بالنسبة لي الرجاء أنك تحتفل بالكرة، طالما عندنا لاعبين والرجاء عنده لاعبين يمتازون بهذه الخاصية وهي الاحتفال بالكرة أكثر وقت ممكن، حتى يتسنى لهم تكسير ضغط فريق مازيمبي بمحاولة زريدة، ناقصة أم أن الحفيدي الذي لم يكن هو لاعب وسط ميدان وليس ظهير أيمن، بينما خطيرة هذه خطيرة سنتي في المتابعة، جزاء مراقبة من فابريس نكوما، وخروج ناحية لعبة تشيبانغو، خطيرة هذه خطيرة هنا داخل منطقة، حذاري من تشيبانغو، تشيبانغو يلعب لكوليبالي، تأتي المساندة كوليبالي العرضية، تأتي بعد ذلك انطلاقة، وفي خطأ وفي خطأ نعم في خطأ، وبالتالي كارت أصفر في الانتظار، كارت اصفر في الانتظار، هذا هو المطلوب منك يا باملاك يا تسيم، شوفوا الاعاده مجددا، تدخل كان في حق لاعب فابريس نكوما، شوف اوه تدخل من الخلف، هذه فيها انذار.
أخرى يرجع ويتمركز ويقف أمام لعبة تشيبانغو. الكرة العالية هنا في كذلك طريقة التكتل في الخلف هنا طريقة التكتل هنا أحذر من الفرصة هذه زريدة دورك دورك يا زريدة الراسية لكن بعيدة. لذلك هم يعتمدون أكثر على الجهة التي يتواجد فيها اللاعب زريدة ولكن إن شاء الله زريدة ثلاث لاعبين نجح في تمرير هذه الكرة إسامة يرفع داخل المنطقة لكن المتابعة مرة أخرى يبحثون عن العمق هذه مرفوعة أنس بهدوء يسيطر على الأهلي قبل حين عندما سجل هدف هناك في بريتوريا. نعم ريبالي لا 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 تترك المجال للتسديدة يا أنس برافو يا أنس يا أنس يا أنس 10/10 في هذه الكرة. يا أنس رايع يا أنس رايع أنت لم تخدني حل التسديد بينما هذه كرة صعبة كرة صعبة واحدة اثنين حذاري ولكن تطول بعد ذلك إلى من طرف اللاعب كوفي يرفع زريدة أنت الأول أنت الأول يا زريدة في خطأ في خطأ في خطأ نعم أول هجمة مرتدة إلى سفيان يلا يا رحمي يلا يا رحمي هي يا رحمي يا لماذا سيفعل أن يعمل مراوغة أم لا مراوغة لكن لم يمر الحكم يقول ارتكبت خطأ نعم ودرجة لتعليمات المدرب العرضية خطيرة الحمد لله مرت سالمة الحمد لله مرت سالمة هذه أخطر كرة لنادي مازيمبي وفي توقيت صعب تلامر الكرة تخرج إلى التماس وفي هذه اللحظات باملاك تيسيما يعلن على نهاية شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي بين الطرفين شوط أول تكتيكي ممتاز يا جمال يا السلامي الرجاء عرف كيف يدبر الشوط الأول بشكل هادئ وبتركيز عالي مع أنه كان في بعض الفرص ولكن الزنيتي كان في الموعد إن شاء الله تكتمل الصورة على نفس المنوال في الجولة الثانية. مشاهدي الكرام شكرا لكم على المتابعة ألقاكم إن شاء الله مع انطلاق الشوط الثاني. أحداد أعتقد مكان من دخلت في الرحيمي لست متأكد كما يفعل الآن حبيب حداد هذه العرضية تدخل في نهاية المطاف من طرف المدرب مياي تلعب هذه الركلة الحرة تلعب أمامي أنس أخرج أنس أحداد يبقى في الخلف هذه خطيرة خطيرة وأنس 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 وهدف أول هدف أول لتي بي مازيمبي يفتتح باب التهديف في هذه اللحظات مشاهدي الكرام بينما نرفزها نرفزها هدوءكم يا لاعبي الرجاء هدوءكم يا لاعبي الرجاء في هذه اللحظات شوف هنا تصرفات غير مقبوله باللاعبي فريق مازيمبي في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام تصرفات غير مقبوله باللاعبي مازيمبي في هذه اللحظات يا مشاهدي الكرام هنا دور الحكم يعني انا لا افهم لا افهم الحكم تيسيما لا يوجه الانذارات يعني امام الانظار يعني تشوف هذه الانفعالات وتشوف هذه التصرف في نهايه المطاف زريده ماذا يفعل زريده ماذا يفعل عمر العرجون بكل بعد ان سجل اللاعب تشيبانغو الكل يعمل الضغط بمن فيه من راي مره بضغط بجراه هذه الجراه اللي تغيب حتى الان بينما لدينا كره كيف هو السبيل للتخلص من هذه النزعة الدفاعية حدائم والجدار الحكم يعطي إشارة تلعب هذه الكرة مرة جانبية وكم كانت صعبة وهي الهدف هذه خطيرة وصعبة لحسن الحظ اللاعب يخلي المجال لمازيمبي للارتداد الهجومي بشكل سريع وسريع جدا كرة هذه كرة رجوي هذه كرة وحميد يسددها أول تسديدة فابريس بمساندة من حميد هذه العرضية يرمس أنس أم لا تصفي الميدان لعبة قصيرة محاولة الدخول لكن التعطيم شامبيونز ليج بينما لدينا فرصة واحدة فرصة فرصة رايح ركلية لفائدة مازيمبي تلعب للركلية يا سلام على الارتقاء ماذا نتمنى تمشي كرة على الجير من الاختراق على جهة فابريس نجا وسط الدفاعية أيوب نناح نعم تلعب هذه الكرة داخل المنطقة الكرات العالية في أول لمسة يلعب لفابريس نجا داخل المنطقة لكن بعيدة على سفيان مناسب ملعب الكرة بسرعة أنس 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 الحكم ماذا يقول والحكم يتجه لنقطة الجزاء مع الأسف الحكم يتجه لنقطة الجزاء مع الأسف ضربة جزاء لفائدة مازيمبي مشاهدي الكرام وأناس يتلقى الإنذار أناس يتلقى الإنذار هذا الأمر طبيعي لأن الرجاء بقي متكتلا ومنكمشا في الخلف أمام كورتك يا أناس 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 ممتاز وقلت عندي يقين في أناس
أنس، وكورتك يا أنس، وأنس يجيب بسرعة. أنس برافو، يتصدى لركلة مازيمبي، صار يخترق العمق في هذه اللحظات، لكن التغطية رائعة من عمر، برافو.